بعد يومين من العمل مع يدا بيد مع جمعية الإمارات الملكية الفكرية تمكننا الحمد لله من إنجاز الورشة الميدانية الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كانت ورشة عمل عملياتية خالصة للمرة الأولى. استطعنا تجميع كافة شركاء الاستراتيجيين من كافة الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. جلسنا على مدى يومين من الزمن، طرحنا العديد من الأفكار، استمعنا إلى العديد من المقترحات، تناقشنا في العديد من القضايا، لمسنا الاندفاع والحماس، لمسنا الرغبة في تقديم إنجازات، لمسنا الرغبة في الانتقال من المرحلة النظرية إلى القضايا العملياتية، أي تحويل الرغبة من مجرد كلام ونقاشات إلى الانتقال إلى الكلام بلغة الأرقام، بلغة القضايا، بلغة المقترحات. طيلة فترة عملي ضمن إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت لنا واجهتنا العديد من المصاعب في تنظيم هكذا ورشات عمل، ولكن بفضل الدعم الذي لمسناه هنا في شرطة دبي، بفضل الدعم الذي لمسناه من جمعية الإمارات الملكية الفكرية والعاملين فيها ومجلس الإدارة وكامل الستاف الموجود فيها، ذلك الموضوع ساعد كثيرا على إنجاز الورشة الميدانية الأولى وعقدها في مدينة دبي. في نهاية أعمال الورشة اتفقنا مع مجلس إدارة جمعية الإمارات أن هذا الإيفنت سيكون سنوي، سنقوم به بشكل دوري كل عام في نوفمبر تستضيفه مدينة دبي. سننتقل بالحدث من مستواه المحلي إلى مستواه الإقليمي ومن ثم إلى المستوى الدولي. سنحاول دائما أن نكون في أقصى درجات التعاون والتنسيق فيما بين الهيئات والشركاء الاستراتيجيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما بعد نجاح وتسمية دبي المستضيف الرسمي لإكسبو 2020، مما سيؤدي إلى ازدياد الأعمال التجارية، مما سيحتم علينا زيادة التعاون مع والتنسيق مع شرطة دبي.